نظمت اليوم جمعية جيل أهراس تحت إشراف الأستاذ أكرم بوعشة بالتنسيق مع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بسوق أهراس ندوة أدبية عنوانها الرواية في عصر ما بعد الحداثة. في جلسة أدبية يؤسسها مجموعة من الدكاترة الأفاضل، ويؤطر الجلسة المرتقية الضيف سوق أهراس الدكتور في الأدب وتحولات ما بعد الحداثة بجامعة مولود معمري بتيزي وزو الأستاذ العلونة محمد أمين. عندما نتحدث اليوم في نقد العربي عن الحداثة وعن ما بعد الحداثة، هذين المصطلحين أولا لا يمكن أن نربطهما بالزمن. لماذا؟ لأن الحداثة هي ظاهرة وهي حالة. مقدمة للشاعر الأنجلوساكسوني الأمريكي أرشيفيلد ماكليش، بمعنى أنه أصل الأساس في الأمر هو هذا، فيما بعد توجهات جماعة شعر لإحداث ما يعرف بما بعد الحداثة. هي كتاب سوزان برنار العربية التي أصبحت في ما بعد الحداثة مطلقة من النظام إلى فوق، في حين أننا لم نصل بعد إلى النظام. استضفنا الدكتور من جامعة مولود معمري بتيزي وزو الأستاذ والدكتور محمد لامين العلاونة رفقة الأستاذة سليمة لوكان من جامعة سوق أهراس للحديث في مبحث هام في الرواية، وهو الرواية في عصر ما بعد الحداثة. الحمد لله، يعني دارت أطوار اللقاء بمنتهى الروعة والاحترافية. أشكر المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بسوق أهراس على حسن الاستضافة والتنظيم. أيضا أشكر كل الحضور الكريم، الأسرة الجامعية، الأسرة الثقافية، الأسرة الإعلامية. أشكر كذلك مراسلة قناة دبليو في بي سي التي قامت بتغطية الحدث. من محاضرة اليوم أو مداخلة اليوم كانت حول ما بعد الرواية وفلسفة ما بعد الحداثة، حيث تناولنا مجموعة من القضايا التي ربما تهتم أو ربما تشغل من الحالة الثقافية التي نعيشها في الجزائر، وهي ما مفهوم الرواية وما علاقة الرواية بهذه الفلسفة الغربية، فلسفة ما بعد الحداثة. حاولنا طرح مجموعة من الأفكار ومجموعة من الآراء التي قاربنا فيها الطريقة السردية التي أصبحت فيها الروايات، وما هي أهم التيمات التي يمكن أن نجدها في الرواية الجزائرية المعاصرة اليوم. ها نحن اليوم نجتمع كالعادة مع جمعية جيل أهراس في ندوة أدبية من تعطير الدكتور العلاونة محمد الأمين من جامعة تيزي وزو، بحضور مجموعة من الدكاترة لجامعة سوق أهراس والأسرة الثقافية. أخيرا أتوجه بالشكر الوافر للصحفية ولا عزيزية على التغطية والمرافقة الإعلامية. مكفة هدى كاتبة وناشطة ثقافية، رئيس جمعية جيل أهراس فرع واد الكبريت. نهدف من خلال هذه النشاطات إلى إثراء الجو الثقافي في منطقتنا، وذلك من خلال النشاطات التي نبادر بها من فترة إلى فترة.